السلام عليكم أيها الحرفيين، أيها الشباب، أيها المهنيين. اليوم عندي واحد الموضوع، ديال واحد الكليماتيزر. هاد الكليماتيزر دو مارك، ها هو لا مارك ديالو، هذا راه مبان دابا حاليا. هذا الجروب اللي كيكون على برا، غادي نوريكم شي حويجات فيه ضروري خصكم تعرفوهم. ترى ما غاديش نكملو لانستالاسيون ديال دابا، نصلحوش دابا كاع كامل، غادي نوريكم غير شي دي ديتاي عليه، ومنين غادي نبغي نصلحو عاد الفيديو الجاي ان شاء الله عاد غادي نوريكم كيفاش كيدار كيتمونطا. دابا نوريكم غير الاكسسوار ديالو باش تعرفو شنو فيه الداخل اصلا، الحوايج اللي كيوقع فيهم اعطاب سريع في الكليماتيزور تعرفوهم وصافي. هذا الكوزر اللي حنا زولناه طا. دابا غادي ندوزو نشوفو الموتور. هادي فونتيلاتور، هي هادي هنا، هادي هي فونتيلاتور ديال الموتور. هادي كوندونساتور، هادي اللي كتشوفوها هادي. علاش كدير الكوندونساتور هنا؟ حيت ما كاينش شي موتور اللي كيخدم ب 220 وما كدارش فيه كوندونساتور كما كان النوع ديالو. الحاجه اللي كتخدم ب 220 سواء ميل او لا شنيور او لا، المهم اي حاجه، بومبا د الماء صغيره ديال 220 ولا شي حاجه، ميمكنش ما يكونش فيها الكوندونساتور، لان هاد الموتورات ما يمكنلهمش يقلعوا اوتوماتيك راسهم، لان ما عندهمش كيكون فيهم لامبيراج طالع والفولتاج طايح. هذاك لومبيراج اللي كيطلع ما كيخليهش يديماري، تيخصو ان كوندونساتور باش كتساعدو وكتهبط شويه لومبيراج باش كيمكن له ولو شون شون مانيتيك كيكبر بداك اللحظه. المهم هادي كوندونساتور، هادي فونتيلاتور، الموتور هو داخل هنا. هنا عندنا هذا انفيتر هو هنا، وكاينين بوبين هي داخل هنا، هاد البوبين تي عندها واحد الطور. هادي لابارتي دونطري هي البارتي دونطري ديال الكور، من هنا كيدخل الضو. هنا هادي هي كونيكسيون دو كابلاج. دابا راني نزولو، راه هذا غير طرف راه راكب هنا. هادي هي لين ديال الضو اللي كتكون الاصليه هنا. هنا كندخلو بالضو هاد السيكتور هذا. هذا الكابلاج هذا اللي كتشوفوه هنا، هذا راه ديال الترموستا، تيكون حاضرنا فوقاش يقطع وفوقاش ما يقطعش باش يبقى خدام. هنا الكابلاج كاينه، هادي لا لين 220 هي من هنا، وهادي الجهه ديال اش ديال اللي غادا الموتور بالضبط على حساب الرولي. هنا الموتور راه فيه رولي وكليكسون لتحت. دابا انا حاليا راه واقف هاد الكليماتيزور، انا غادي نحاول نصلحو، ولكن خصني دابا نعطيكم غير ديطاي هاد النهار ان شاء الله. هادو شنو هما، شنو معنات هاد البلايص هادو بالضبط، خصكم تشوفوهم شنو في البلاصه اللي كيدخل فيها الغاز وشكون البلاصه اللي كيخرج منها الغاز. هاد الراس اللي رقيق هاهو، هادي طيه وهادي طيه، هادي طيه وهادي طيه. هادي هنا كاين عندنا واحد سيبون ديال الربعه مثلا كنخدمو على حساب واحد البيس هنا. دابا هذا راه مبوشي، راني انا قاطع الغاز هنا باش ما يضيعليش. هنا الا بغيت بحال دابا كان خدام شي جهه وبغيت نزولو ما غيمكنليش نقبطو ونمشي نزولو، تيخصني نخلي الموتور مارش ونحاول نديماري الموتور هذا على الاقل. هذا يدور واخا يكون الاخر واقف لي، ونقطع الغاز من هنا، لان هذا الخروج ديال الغاز هو هذا. ها هو من هنا، هذا هو الخروج، هذا راه هنا بلا سيبون، ها الخروج من هنا وكيدير هكا كيمشي شنو معنات هادي، كيمشي من هنا ويرجع، يعني هذا سيكل دو غوفواديسمون كيتسمى، لو سيكل دو غوفواديسمون كيمشي لي للشهدة للرادياتور ديال الجروب الاخر. انا غادي نوريه لكم لان هو محطوط عندي هنا وكيدير الروتور ويرجع لي لهنايا. المهم هذا راه R407C، هذا راه كليماتيزور ديال 9000، كاين ديال 12000، كاين 36000، وكاين 40000، حتى 50000، هذا على حساب السيكتور اللي غتخدمو فيه. كليماتيزور اللي غتخدمو فيها راه غدير كليماتيزور هذاك النيفو. هذه لا بروميير بارتي، انا غادي نوريكم دابا لا دوزيام بارتي.
الدوزيام بارتي هي هنا فوالا. هذا هو هذا لونسومبل اللي غادي يركب من الداخل. ها هو واحد، ها هو راني حاطه هنا كنتسنى باش نصلحوه ملي غندير له لي سي غادي نخدموه تما. وهذا واخا يكون حدايا هنا غندير له لي سي وان شاء الله. وهادو راكورد مول النحاس ديالو اللي غيركبوه، لي راكورد اللي غيركبوه في الطريق. ها هما هذا راه لقيت فيه هاد الديفو هذا ديال هاد النحاس مهرس الطريق. ها هو انا عاد غنحاول نمشي نسوديه الا نبدلو هاد الطرف ديال النحاس باش منين يديرها ما شاء الله، لان هذا راه كان شويه هو كدق شي بلاصه، ولكن راني قلت لهم انا نصلحو. قالك اسيدي الله يسهل عليك الا صوبتي لنا ما كاين مشكل، الناس ما عندهمش هو المهم بعدا نديبانيوهم ميبقاوش واقفين. ان شاء الله ان شاء الله راه غيديرها مارش، متاكد من راسي وعارف اش كندير. ولان ماشي هادي اول مره غادي نصوب انا كليماتيزورات، درها تقريبا ثالثه ولا رابعه كليماتيزور غير اللي طاحوا بين يديز غير هاد الايام هادي. وهاد الشونتيو انا جيت دابا نوريه لكم ان شاء الله باش تعرفوا كي دايروا. دابا ان شاء الله نتوما تشوفوا ملي غادي نصلحوا ان شاء الله غندير له امارش هنا حداكم وغتشوفوا امارش غير من هنا لهنا. غادي المهم الحصه الجايه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله. ما نطولش عليكم بزاف لان الفيديوهات اللي طولتهم دابا بقى حد كيشاهد بزاف، حنا نعطيكم غير طريق بطريق حتى كلشي يستافد ان شاء الله. اللهم يسر، ما تنساوناش غير ملي لايك ولي زابوني. جزاكم الله خير.